لا إله إلا الله.
لا إله إلا
I
منذ خليل الله
يدين. وصيت إبراهيم أن اصطفيته وكل نجاة كتم سر نجيته. وفيت كيلي واقتصدت غشيمتي وقسم فضلي قسمة بسميته. وأوفيت كيلي واقتصدت غشيمتي وقسم فضلي قسمة بالسوية. وأوفيت ما منه الخليل قد ابتلي فصرت إماما زمغا من عليته. وأعتصر القرآن حقا ومطلعا وكنية فخر ما لها من سمية. ماذا تقول إذا قصدت رحابه؟ ماذا تقول وفي حشاوة؟ قل يا أبا الإكرام هذه حالتي أنت الرجل المأمول أنت إمام. قل يا أبا الإنعام إنا في الحمى لتوصل الأرحام. أشكو إليك ولست أفشي خافيا عنكم فأنتم للأنام زمام. والله ما حنس اليمين فإنكم أنتم أمان الكون أنت سلام. يا سيدا من سيد ومبجل يا ملجأ الأحباب حيث أقاموا. عشقتك عيني فابتليت بصحوة حاشا لعين شاهدتك تنام. يا نعم بطني قد حواك ويا
السماء خدام. يا نعم بطن قد حواك، ويا له نسب له أهل السماء خدام. وقد اصطفيت وأنت أنت مؤيدي، ولباسيا تطرب والإحرام.
Yeah.
يكون عطيته بطي خضور المانعات حفيظة إلى أجل عندي تكون عطيتي بطي خضور المانعات حفيظة وذلك حتى تنهلوه وتغلبوا قلوبكم في السابقات ميضة وتكفوا منكم أمة لعلومنا لتخرج منها للجميع مخيطة وتعاكفوا منها أمة ويؤمها بنيا وتسعى كي تكون محيطة ويومها بنية وتسعى كي تكون محيطة وزعى وحق عليكم أن تلوا بعدما أمليته وصيلة وصلي مانحاتي حفيظة يكون لديكم فقه ما أمليته وصيلة وصل المانحات حفيظة ومن يتكبر فليفارق لمعنى ومن يتعامى ليذوق وصيبة ومن يتعالى كان علم يفوقه وظل وضيعا لا يفارق دينة فما بوداع زاد وليس إلى قنا وما ليصده فلا وده رقيقة فما لوداع زا وليس إلى قنا وما ليصده فلا وده رقيقة والله في الدنيا عليل ولسقه فدواه دام كذا من كان للباري محبا يليم بذكره حتى يراه ويزهد في قصور مع نعيم وفي الدنيا ويفنى عن هواه وفي سعدى وفي سلمى وفي ليلى ولا يرضى بصحبة من سواه حبيب ليس يضر عن فؤادي وإن كانت عيوني لا ترام حبيب ليس يعدله حبيب عليم بالضمير وما حواه
أتانا حبه والقلب خالي إلا فحل زواده حتى ملاه فيا حاج القلوب قم ودلدلا قم ودلدل بذكره فما أحلى شذاه تساقط من علاه ومنا من يذوب كذوب شمع الا لان لجو المحبه فصلاه ومنا من يموت على وضوء ومنا من يموت على هواه ومنا من يحن حنين ثكلى ترق له الحجارة لو تراه ومنا من يحن حنين ثكلى ترق له الحجارة لو تراه كتمنا الحب خوفا من عشاة فلم يكتم فقلنا Oh!
به خدم Yeah.
Thank you.
تلك الوصايا لها هذا
تستوركما حقابنا طمر ووجهها وضاء فافرد جناحك يا بني فإن لنا من عصبة ضعفا شرفا لا حب زا بين الأخيلين وزول وظل بأكلاف العقيق ظليل أمانا لنا يا طيبة عندك يا ترى إليها لنا يوما يكون وصول نقبل أرضا مسها قدم الذي سحبت له فوق السماء زيول سرى راحلا بالعرش في بعض الأذين فعاد له بعد القبول قبوله نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل المرسلين رسول وكل رسول خص قوما وإنه ببعثته للعالمين شمول وما كان بين الخلق مثل لأحمد والذي سبق في من يكون مثيل وكل صنوف الفضل فيه كل فاضل بنسبة فضل قد حواه قليل يحيل عليه المرسلون بحشرهم وليس على غير الإله يحيل ويحمل أوزار الخلائق وحده لدى ربه إن الكريم حمول مولانا حسين الشاهد شهود عيان كم أجود بصفحتي مولانا مولانا الحسين الشاهد شهود عيان دمع أجود بصفحتي ألا أن مولانا حسين الشاهد شهود عيان كم أجود بصفحتي ألا ولم ينجهم إلا
سفينتي لا مولانا الحسين الأشهاد شهود عيالك أجود بصفحتي جنيت سمع نتيجة بدون نتيجة وعدت إلى غمي لأحمد عودتي أبيه الله خاصني بنور ورضوان وتقي دولتي يا لا إله إلا الله I'm
Thank you.
دين الصبابتي للأحبة الوثن لولا الشهادة ما استغاب الدين إن المشاهدة كالشهيد بداءة الوصول وعينه فأفض إذا فاضت عليك عناية من كل فج والهدى تلغين واعلم هديت الحجتين بأنني أحب خبيا والأمين مكينه واعلم بأنك إن تشاهد شاهدا إذ ليس كل مبصرات عيون أشهد ونزع عن حلول باطل وعن المكان مالك لا يكون فلمن تسمى بالمشاهد أعين ولمن تسمى بالشهيد بقولوا يا سيدا ما كان غيرك شافعي أنت مطاع وسمى أنت ما صان إلا من إذا ملكته لعهود أهل الحضرتين يصون ما طاب نوما من غد استرعيته ما للمشاهدين بالغرار يكون كابن فؤاد يشتكي بس القلاب بالصمت تزرع آهة كم من فؤاد يشتكي بس القلاب بالصمت تسمع وأنيل إذ غيل لا خوف وأمري في يدي إن غال مثلك يفرح المحزون عين المشاهد والفؤاد وسمعه لا كالتوالد صبغ روايتي غاية ووسيلة والعين للصحب الكرام سبيل إذ غيلا لا خوف فأمري في يدي قال مثلك تفرح المحزون صدق الرواية غاية ووسيلة والعين للصحب الكرام سفين فإذا أفضنا من معارف علمنا وإلى منانا والغرام وإلى رسول الله رسول الله رسول الله شد رحالنا نغفو إليه وفي الصدور حنين غل هذه أدعو إليه على هدى وبصيرة إن الشفاعة للكرام وغيرهم بانت عليه وما له تكوين بانت عليه ثلاث مرات بما كره المجيء وإنه لخطور لا بد من بينونة كبرى فما يأبى الأحبة هو الكتاب مبين إياك نعبد ربنا وإلهنا يوم الإلهين فيك سنون لا عن حلول واتحاد إنما دعوى الحلول والاتحاد مطروح العبد والمعبود لا يتشاكلا متجانسين
ويصعب التخمين كالعلم والمعلوم من دنياته لم يحصها التصدير والتدوين. وإلى كتاب تأخذون بقوة أبناء عهد والخلاف يكون. عندما سلم المعصوم رايته وأومض البرق ما كلت مرادينا وكان للوصل ميتا من عطيته وأصبح سر كتما في حواشينا. عدنا كما عادت الأيام أولها تأذن المصطفى ينبي مثانينا عاد الإخاء كأن لم يفنه زمن وأشهد الكون آية من داخلنا. ولم نزل ورسول الله يخبرنا ولم يكن غيره من ذاك يغرينا أرواحنا عنده بيعت بلا ثمن السيد العبد والإنسان يشرينا. وكل نور لنا من نوره قبس وإنها نفخة من فيه ما فينا قد استحال ارتقاء الكل رقوته فدنا بإرفاده يروي روابينا. لم يكن ماؤنا من مائه وكذا إن لم يكن تربنا من مائه طينا لما سرينا ولا سرنا ولا علمت عنا الروامي ولقيناه إن شئنا. تبارك الله ذاتا واسمه صفة وأحمد الحامدين الوصل يولينا فدي صلاتي مع التسليم إن لها في كل مرغا مسمى وهو منشينا. وآل بيت كريم السوح عذرته أبناءه إخوتي والله كافينا. الله اتحسس رشدا لأمركم في رحاب عصبت وجدنا الله فديتكم
سريعا
غيرتنا What the-